تاع إليغو بوتيك إليغو بوتيك إليغو. والحمد لله لقينا سلعة في متناول الجميع، ورانا الحمد لله رانا لقينا البنط اونسومبل وسومة معقولة وكاليتي شابة و تعالي نقولكم الحمد لله الخير مازال كاين في البلاد و ورمضان مبروك ان شاء الله، الجميع وعيد مبروك ان شاء الله، وربي فيه الخير ان شاء الله، يكون خير ان شاء الله وربي فيه الخير ان شاء الله. والاسعار في المتناول كاع المسكين يشري ولا اخر يشري، كل واحد يشري ان شاء الله. ورمضان مبارك وعيد مبارك ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواطنه من ولايه سانتي موشانت، بالنسبه ل 15 يوم الاواخر نتاع رمضان، هي تحضيرات لشراء ملابس العيد، ملابس الاطفال، هي تنعد من جهه هي فرحه للعائلات للاطفال باش يفرحوا ولادهم. الحمد لله هذا العام الوباء راح علينا، العام اللي فات نغبنا شويه، بصح هذا العام الحمد لله الوباء راح، لقينا المحلات متوفره فيها سلع كثيره. الحمد لله كانوا عند رغبات الاطفال نتاعنا، سواء كبير ولا صغير، بنات ولا اولاد، لقينا لي شوا نتاعنا، والحمد لله الاسعار في متناول الجميع. يعني شويه ذوي الدخل الضعيف شويه عندها مشكل من هذه الجهه، لانه ما يقدروش كاع الناس يشرو، لكن الحمد لله كاين اللباس اللي في متناول الجميع، وكاين كل واحد واش يبغي يشري لولاده. العام اللي فات كنا في حجر كلي، ما قدرناش نخرجوا، ما قدرناش نوفروا لولادنا ملابس العيد، لانه رمضان كان حجر كلي، لكن هذا العام الحمد لله ولايه عين تيموشنت راها مقلوع عليها الحجر، الحمد لله المحلات مفتوحه ليلا ونهارا، المحلات موفره كل الالبسه، كل السلع، والحمد لله على نجاه المسلمين والامه العربيه، والحمد لله. السلام عليكم. نتمنى لكم مجازاً قسم شبهات العيد بشكل أسعار غالية بزاف، غالية بزاف، حاجة ما كانش من 230 مليون، سما باش غادي يتقالع معاه ويعيد له، واللي عنده ثلاثة وأربعة وخمسة بزاف لا خصو يعاون مع رمضان مع الله.